حسن نعمان. يوه صباح الخير يا جماعة. اليوم أول ما فتحت عيني الصباح اللي جو في بالي هيكل التوينز. قاعد تفكر هل هم قد أي تحدي أنا أعطيهم ولا نفس آخر مرة يوم عطيتهم تحدي نطة المسبح ما سووها؟ أنوي سافركم. قاعد تفكر أبغى أعطيهم تحدي بالنسبة لي سهل بس أنا متأكد إنه مرة صعب بالنسبة لهم لأنه ما يقدرون يسوونه. فخل نشوف إذا هم قد الفكرة المجنونة اللي بعطيهم ولا لا. التحدي بكل بساطة أبغاكم تروحون تعيشون في الصحراء ليوم كامل. كامبينج حياة يوم كامل في البر بسيطة دي تافهة اوي. قالوش مين ده اللي اتحدانا ان احنا مش هنطلع في الصحراء؟ انا عايز اقولك ان احنا هنبيت في الصحراء. المهم اتمنى انكم تكونون قد التحدي والاهم انكم تنبسطون وتسوون فيديو حلو كيوت مثلكم. يوو فيديو جديد وفلوج جديد يا جدعان من قلب الصحراء. حدانا النهارده يوتيوبر سعودي اسمه ننوش. ننوش عنده 1,600,000 متابع للناس اللي مش متابعاه والمفروض ان هو بيعمل فلوجز وحاجات مجنونه كده. ننوش برده يا جدعان بيعمل تحديات ومقالب وبرده خروجات في الصحراء وحاجات مجنونه كده. فقرر النهارده ان هو يتحدانا ان احنا ننزل نقضي يوم كامل في الصحراء ونقعد 24 ساعه في حاجه الصحراء. بسيطه دي حاجه بسيطه بالنسبه لنا. درجه الحراره عندكم بتوصل ل 50، احنا دلوقتي درجه الحراره 100. يعني لو مسكت كوبايه شاي وحطيت فيها فتله تشربها بعد ربع ساعه. فانا عايز اقول للناس كلها ان احنا دلوقتي بنقلب الصحراء بنقول لكم ان احنا هننفذ التحدي بتاعنا النوش. وبرده لينك قناتنا النوش في الديسكريبشن تحت. دوسوا عنده استعدوا اشتركوا عنده واستعدوا عشان هنحكم عليه الاسبوع ده حكم هننتقم من اللي هو عمله. انت بتجيبني الصحراء هنا هننتقم منك. الحوار ده مش هيعدي كده لا لا اقسم بالله ما هيعدي. يو يو مايكروفون تشيك ميك ات مايكروفون تشيك جيف ات مايكروفون ميك ذا ميك ات مايكروفون ديد. بما اننا قررنا نقعد 24 ساعه في الصحراء فمش هنقعد دلوقتي كده نلعب في الرمل. يعني دلوقتي هنعمل تحدي. المفروض ان احمد اخويا قرر ان هو يخبي لنا كنز في الصحراء وهنتقسم تيمين. التيم اللي هيلاقي الكنز اعفى وهيروح. التيم اللي مش هيلاقي الكنز هيقعد هنا لوحده في الصحراء. سمعت انا جبت صندوق كده صغير حطيت فيه شويه حاجات. انا هروح انا وعم هنخبيها هنا في الصحراء واللي هيلاقي الكنز الاول هو اللي هيروح واللي مش هيلاقي الكنز والدنيا هتظلم عليه يبقى هنسيبه هنا لحد بكره. الكنز ده بتاعنا يا جدعان. احنا دلوقتي رايحين نخبي الكنز اللي هم هيحفوا عشان يلاقوه. التيمين هيلاقوه ولا احنا نفسنا اللي مخبينه هنلاقيه. ايه فش تعالالي تعالالي يا جدعان قفشت حسن بيشرب خمور. صبلي حتى انسى. لا يا جدعان دي حلال. ازاي يعني يعمل كده؟ ازاي يعني؟ طب انا اوريك كنت بشرب ايه. تعالى كنت بشرب رمل يا جدعان اهو. والله كان رمل كان رمل جوه الازازة عشان تعرف. بص يا جماعه ظلمت يا جدعان. مش ابننا اللي يشرب الحاجات دي. لا Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. طب يا جماعة كده الخيمة بقالنا ساعتين بننصب فيها زي ما انت شايفين دلوقتي اهو. عايز ايه؟ هو يا جدعان عامل الجواز مش سهل. يعني ليه مش اي حد يجيب له خيمه كده ويسكن فيها في الصحراء والاسفار خلص بدل ما يجي شقه على الشقه 150 جنيه وجاب له خيمه وشكرا على كده. خلاص يا جماعه مش مهم الخيمه اصلا ما كنتش عايز خيمه هي طارت لوحدها يا حر ستيل مش هتطلع معانا في الفيديو ده. دلوقتي الفريقين زي ما انتم شايفين كده هيبقى سيف وحسن وهنا هوشي وحسين. قسمتهم فريقين وابتدوا دلوقتي التدور على الكنز. بصوا الدنيا خلاص قربت تغيم باقي بالظبط 10 دقايق لو ما لقوش الكنز مع السلامه. اشوف 5 دقايق هتلاقي الكنز موجود عندي. قبل ما يروحوا يدوروا على الكنز انا سايب لهم علامه واحده بس. العلامه هي ايه؟ العلامه هي كنز بيبسي فاضي هتلاقوه جنب الكنز بالظبط. دلوقتي احنا رايحين نقول لهم ان احنا خبينا الكنز خلاص هنقسمهم ونشوف مين اللي هيلاقيه. يلا يا جدعان اللي هيلاقي كنز بيبسي. تفتكر يا اخويا احنا اللي هنروح بالعربيه وهم اللي هيباتوا في الصحراء؟ ده كده كده يا جدعان دورتني على كنز بيبسي. كنز بيبسي هنا يا يوجد. كنز بيبسي هنا تعبان يلا يا جدعان وقف في تعبان هنا اقسم بالله. تعبان اقسم بالله في تعبان والله العظيم والله العظيم في تعبان تحت ارضنا دلوقتي. اصحى اصحى اصحى
كسب اهو. خلي بالك حسب يا حسن. انا دلوقتي بقول لك يا ننوش انا بحملك المسؤوليه كامله. انا بسحب الكرتونه دلوقتي لقيت تحتها تعبان، بدور على كنز لبس تلاقي تعبان. يعني لو كان حصل لي حاجه انت جيت السعوديه خلصت عليك يا ننوش. اسحب يا ابني وريني التعبان. حسن ليه دور يا عم كنز يا عم. دور معانا كنز. فاضل 5 دقايق. تخيل انت جاي حد جايبك في صحراء وبيقول لك دور على كنز بيبسي، ولو لقيت كنز البيبسي ده هتلاقي جنبه كنز حقيقي. والله فين طيب انا ازاي ادور على كنز بيبسي في الصحراء يا جدعان؟ فين العقل وفين المنطق؟ مفيش التعامه يا جدعان، مفيش التعامه وتعبان. والله مش هنروح بعيد ليه؟ عدت الديناصور. فاضل لنا ايه تاني يا جدعان؟ كده فاضل لنا حاجه غريبه. لقيته. ايه صابونه؟ افتكروا مين اللي كان بيجيب صابونه هنا في الصحراء؟ قلت كان زي يا جدعان. طب انا مش بعد ما نزلت تحت هتخيل بازازه كنز فوق؟ انا مش هفضل طالع نازل، ما انا هموت يا جدعان. ما احنا هنتسال على صحتنا دي برضو يا جدعان. العمر مش بعزاء يا جدعان. وليه قال بيبسي؟ ليه قال كنز بيبسي ما قالش كنز ميه؟ عارف يا حسين احنا ما لقيناش الكنز لحد دلوقتي. يا اخويا قول لي ما لقيناش. تتوقع ليه؟ ليه يا اخويا؟ عشان مش لابس المرش يا حسين. اخويا ده تقليل ادب. يعني ايه ما تاخدش المرش؟ يعني ايه يا جدعان انتوا؟ يعني ايه تروح صحراء؟ يعني ايه اصلا تروحوا تدوروا على كنز من غير ما تكونوا لابسين مرش من على هيكل توينز دوت كوم؟ 2000 years later. ما فقدناش الامل. لا لا يعني هنلاقيه. انا مش همشي من هنا، انت دور هنا وانا هدور هنا. والله انا خايف شويه كده الموبايل هيفصل، انا اصلا مش هلاقيك وانت مش هتلاقيني، واحنا الاثنين مش هنلاقي بعض، ولا كنز بيبسي ولا هنلاقي بني ادمين اصلا. شكرا يا نانوشه محترمه على التتويهه اللي توهتاني في الصحراء، التحدي اللي اول مره حد يتحدى لحد ده. يعني ايه تروح الصحراء؟ يعني ايه ده يعني الناس بتتحدى حد؟ كل مثلا همبرجر كبير، كل اكبر سندوتش في العالم، لكن تجيبني صحراء كده الدنيا تضلم عليا؟ ده انا هقتلك يا نانوش وربنا ما احلك يا نانوش. طب ايه طيب يا جدعان؟ انا خايف انزل تاني الاقي تعبان تاني. عامل معانا الخطيئه المره دي. طب ازاي يقنعني؟ حد يقنعني يا جدعان. احنا وصلنا دلوقتي اول مكان في خشبه وفي كنز بيبسي، بس انا يعني مش مفيش اي علامه تدل ان في كنز هنا، اي حاجه تاني حفر مفيش. نمشي. طيب تفتكر مش هو ده؟ لا هنلاقيه. لو مشيت فقط لو هنلاقي مش هنلاقي لك كنز تاني. لو مشيت مش هعرف اجي هنا تاني. هو جنبينا هنا. طب عموما احنا ندور تاني بس نعلم العلامه دي عشان لو هو هنا نرجع تاني. يلا بينا. والله العظيم هو، وربنا هو، والنبي هو. وسع يا ولاد اللذينة. وسع وسع وسع. تعالي اللالي. عاش يا برو. سلم علي يا رايق. عاش. انا عريت احترهات. انا عريت واحتريت وقلت ان انا هبات في الصحراء هنا. هتعمل ايه بالفلوس دي يا بوحة؟ يا جدعان ده احنا هنشبرق وهنبص. عايز اقول لنانوش يا جدعان انت النهارده تحدينا ان احنا ننزل الصحراء. قشطه التحدي كان صعب زي ما انا متخيل، بس انا طلعت من التحدي ده بصراحه. انزل اشوف ايه اللي جواه وافتحه لكم في الفيديو عشان نعرف مع بعض اللي جواه. بس خلاص يا جدعان احنا فقدنا الامل ان احنا نروح خلاص يا جماعه. والله يعني ايه مش عارفين نطلع من الصحراء؟ امال دخلنا ازاي يا اسطى؟ دخلنا ازاي طيب؟ ايوه اخواتي ايوه تعالى لي. والله قلت مش هتسيبوني وتمشي. اخواتي يا جدعان الله عليكم. لا هنا كنز. خد تعالى تعالى. انت فقدت الامل وروحت بدري. هو انتوا ازاي لقيتوه بس في العنطلة؟ انت مش مظبوط من المظابيط. عايز اقول لك انا كنت الصبح وكنت انت مش مظبوط. انت كده مش مظبوط يا عمي. لو انا ما لاقيهوش يا ابني تايه. اعمل ايه؟ انا تايه يا عم. تايه واحد الله. كنت تايه. يعني ايه تايه؟ احنا متفقين هنمشي اول ما الدنيا تليل. ما تتكلمش. والله كنا تايهين. انا بقول لك ما تتكلمش. والله كنا تايهين يا اسطى. والله مش عارفين المنسحبين هناك. هم صورهم. صور حسين المنسحبين. المنسحبين بيجروا. والله وعملوا الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. مش يا احمد امشي. وتاهوا في الصحراء معانا. معلش يا عمرو ويا اخواتك. يا عم اسكت بقى. انت عيل ما عندكش مسؤوليه. امشي واحد تاه. انا مالي انا مالي انا توت انا مالي.
تاني بعد يقول لي يا منسحبين يا سيف بس يا منسحب اخرس ليه يلا يا جدعان عشان انا عايز اروح الكنز انا اسف يا عمرو ان انا تهت في الصحراء يا عمرو مش هتوه تاني ما انا اكيد لو مش عايز انا مش ماشي وراك في حاجه تاني اكيد مش عايز اتوه اكيد انا مش عايز اتوه تمشي وراي هو انا قاصد اتوه يا ابني انا قاصد اتوه يا حبيبي لما الدنيا بدات تلاقي ما مشيتش ليه خلاص يا عمرو لقيناهم يا عمرو خلاص حطيت لي كنز بيبسي في مكان عقيم يعني اعمل ايه طيب في حد يحط لحد كنز بيبسي في صحراء ما طبيعي مش هلاقيه الله عايز اقول لكم ان احنا وصلنا كلهم فرهضه ودخلوا ناموا عشان اليوم النهارده كان قله ادب وتعب وصحره وفرهضه المهم واحمد بيقول لي ان في قله ادب جوه الصندوق قال لي افتحها قدام الكاميرا فنفتح كده واحده واحده مثلا سماعه ايربود حلو 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 ايربود بلوتوث ايربود بلوتوث تاني هو المفروض ان احنا توينز بس لا طبعا يا جدعان ده عشان التيم بتاعي يعني اللي كان معايا في التيم حسين ملوش اي حاجه في دول طيب ماشي هو ده الكلام اللي يفسد ده طبعا انا مش عارف المكان بس هنقعد نعدهم دلوقتي بس خلينا في اللي بعده ما هذا بحق السماء والله يا جدعان مش عارف ايه دي بس يعني غالبا هي مروحه طب كنت جيبوها لي في الصحراء طيب كنت محتاجه حلو هي دي كانت اكتر حاجه كنت محتاجها في الصحراء النهارده بس مش مشكله ايه ده بقى ليه حاطين لي بامبرز في البتاع طب يا جدعان انا مش محتاج من الحاجات دي كلها غير الفلوس ويعني ممكن برضه اخد السماعات وممكن برضه اخد المروحه طب يا جدعان ده كان التحدي بتاع نانوش وكسبنا في التحدي ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان نوصل 4 مليون مشترك وعايزين نوصل لنانوش 2 مليون مشترك عشان التحدي اللي احنا هنتحداه له هيبقى جحيم ونشوفكم الفيديو الجاي واذا تبغون تتحدون النانو انا جاهز في اي وقت Let's go baby